منذ عام 1962 صدر دستور الكويت ليكون إعلانا عن بداية الدولة الحديثة والتي أوصلتنا لما نحن فيه من ازدهار. كان هناك دستور عرفي، ثم تم تدوين وثائق دستورية. المتأمل في دستور 62 هو كان رد فعل على فشل تجربة 1938، وهذا أمر مهم في حياة الشعوب، التطور نتيجة الفشل أيضا. إدخال الدستور كمادة تدرس في المناهج التربوية تهدف إلى تعريف الطالب به عن قرب، فيما يعطي الفرصة له أيضا بضرورة التعرف على أسباب الفصل بين السلطات. لماذا ندرس الدستور؟ يعني دائما التساؤل، لماذا ندرس هذا الدستور؟ احنا كتربية احنا مسؤولين عن يعني استخلاص فلسفة المجتمع وقيمه وأهدافه، ومن ثم نقدمها على شكل مناهج حتى تكون مقدمة لبلد دستوري، بلد قانوني، نظام برلماني، فكيف لا ندرس هذه المسائل؟ أبو الدستور المغفور له الشيخ عبد الله السالم أراد المستقبل الأفضل لبلاده وأن ينعم المواطن بالرفاهية والمكانة الدولية. العمل من أجل بناء دولة المؤسسات ووضع الأسس للكويت الجديدة التي تولت كافة مسؤولياتها في 19/6/1961 بعد انتهاء الحماية البريطانية وتمتع الكويت باستقلالها التام. ومع ذكرى الدستور 52 كانت الطالبات على موعد مع ندوة تحكي الدستور الكويت وتتعرف عن قرب من أهل الاختصاص كيفية التعامل معه وحقوقهم وواجباتهم.